حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي النصيحة 11 في سلسلة أهم 30 نصيحة للبدء بمشروع حفظ القرآن. مشروع حفظ القرآن هو مشروع العمر أيها الأحبة. اليوم أحببت أن أتأمل معكم شيئا عجيبا جدا أيها الأحبة، أنك إذا أردت أن تحفظ القرآن ينبغي أن تعتقد أن ثواب الحفظ أعظم بكثير من ثواب مجرد القراءة، وثواب التدبر أعظم بكثير من ثواب الحفظ. لدينا درجات أيها الأحبة. النبي عليه الصلاة والسلام حدد لنا أن كل حرف تقرأه من القرآن بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، طبعا الله يضاعف لمن يشاء ربما إلى 700 ضعف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. طيب فكر معي، كم ستكسب من الأجر عندما تقرأ القرآن كاملا وتكرر قراءته كل شهر مثلا مرة؟ القرآن فيه حسب الرسم الأول 322,604 حروف، اضرب هذا العدد بعشرة لتحصل على 3,226,040، وكل حسنة خير من الدنيا وما فيها. طيب أنت أمام ملايين الحسنات حقيقة. طيب ما الذي يجعلك لا تستفيد من هذه الحسنات، يعني على غزارتها؟ ما الذي يجعلك لا تستفيد من كل هذا الخير، من كل هذه المكرمة التي وعدك الله بها سبحانه وتعالى؟ طبعا أنا عندما أقدم على عمل وأنا أعتقد أن هذا العمل مكسبه كبير، ما الذي يحدث أيها الأحبة؟ سأصبح في حالة نفسية أكثر حرصا على مزيد من الحفظ، وأكثر حرصا على المزيد من القراءة والتدبر والتأمل، لأن تدبر القرآن أخي الحبيب له ثواب عظيم جدا جدا جدا. فينبغي أن يعني تضع في أعماق قلبك وفي أعماق تفكيرك أن الثواب الذي ستأخذه من حفظ القرآن أفضل من كل هذه الدنيا ومتاعها وملذاتها وأموالها ونسائها وغير ذلك، أفضل بكثير. يجب أن يكون حفظ القرآن هو المشروع رقم واحد في حياتك. أنا اليوم أحببت أن أخذكم إلى مثال من سورة البينة. سورة البينة أيها الأحبة، أنا لدي هنا طبعا هذا المصحف الشريف، هذا هو. في لقاءات سابقة قلنا إن هذا المصحف هو عبارة عن مصحف مجزأ لمواضيع، هذا الجميل فيها. وطبعا هناك تفسير لبعض الكلمات على في الهامش، ولكن أنا الذي يهمني أن يعني من طبع هذا الكتاب جزاه الله خيرا قسمه لمواضيع ليسهل حفظه. طبعا هذه السورة سورة عظيمة جدا ومن أواخر السور، وكثير منا لا يحفظها، مع العلم أن فيها عبارة مهمة رضي الله عنهم ورضوا عنه وردت في هذه السورة المباركة. فيجب على كل أخ حبيب أن يحفظ سورة البينة من ضمن السور التي يبدأ بها، يعني مثلا قصار السور، المعوذتين، آية الكرسي، الفاتحة، السور القصيرة، بالإضافة إلى هذه السورة العظيمة. طبعا قلنا حتى نتمكن من الحفظ حفظا تدبريا ينبغي أيها الأحبة أن نفهم ما نحفظ
قبل الحفظ، الاستماع لمئات المرات. إذا موضوع الاستماع أصبح واضحا بالنسبة للجميع. لمن لم يعني أنصح بمشاهدة الحلقات السابقة لطريقة الاستماع المثالية، كيف تضع الصورة وتكررها مئات المرات استماعا لها أثناء النوم، أثناء الطعام، أثناء الحركة، أثناء الجلوس، وأنت في مشوار، وأنت في كذا. يعني حاول أن تستمع للصورة مئات المرات أو آلاف المرات، ستنطبع في ذهنك بحركاتها وتشكيلها ولن تخطئ فيها أبدا يعني. طبعا هنا أيها الأحبة، الصورة هذه اسمها سورة البينة، رقمها 98. طبعا عدد سور القرآن 114، يعني هي في أواخر القرآن، وآياتها ثمانية. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. أنا عندما أقرأ هذا الكلام الرائع حقيقة أتذكر الأمم من قبلي، الأمم من أهل الكتاب الذين ضلوا وابتعدوا وحرفوا كتاب ربهم. يذكرني الله عز وجل بهؤلاء ويقول إياك أن تكون مثلهم. أنا أرسلت لكم رسولا من الله يتلو صحفا مطهرة، هو هذا القرآن. هذه الصحف فيها كتب قيمة، فيها كلمات رائعة، فيها آيات قيمة. واعلم أيها المؤمن الذي تقرأ هذا الكلام أن الذين أوتوا الكتاب من قبلك تفرقوا بعد العلم للأسف. هناك بعض الناس بعد أن يأتيهم العلم سبحان الله يبتعدون ويكفرون، مثل قارون. هل تذكرون قصة قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي، افتخر بما لديه من علم فأضله الله وكان وخسف به الأرض؟ إبليس افتخر بعقله، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هو عمل محاكمة عقلية فاشلة وأراد أن يقيس الأمور بمقياس عقله، فهذا العقل أو هذا المنطق الفاسد قاده إلى جهنم والعياذ بالله. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. هؤلاء الذين أوتوا الكتاب قال الله عنهم وما أمروا إلا ليعبدوا الله، فجعلوا لله ولدا وادعوا أن الله له ولد حاشا لله. والله يقول لهم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الدين الحنيف أيها الأحبة هو الدين الخالص لله، النقي الذي ليس فيه الشرك، ليس فيه الطغيان. تعاليمه هي تعاليم الله وليست تعاليم البشر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذا حتى النصارى واليهود لديهم صلاة ولكن حرفوها، وصلاة شبيهة بصلاتنا أيها الأحبة. تذكروا أن الله خاطب سيدنا موسى عليه السلام في الأرض المقدسة عندما قال له وأقم الصلاة لذكري، أقم إقامة للصلاة، وأقم الصلاة لذكري. إذا هناك صلاة فيها ركوع فيها السجود، ولكن طبعا ليس نفس الكلام وليس نفس الحركات 100%، ولكن العناصر الأساسية هي ذاتها لأن الإله واحد. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إذا القنوت موجود هو الخشوع، والذكر موجود، أقم الصلاة لذكر القرآن أو للتوراة، يعني تقرأ بما أنزل الله عليك، والركوع موجود، هذه هي الصلاة.
فلا يأتي أحد ويقول لك إن الإسلام هو الذي اخترع الصلاة. لا، الصلاة موجودة منذ القدم، جاءت مع الأنبياء. هنا قال الله لك: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إذن انظروا هنا ملمح مهم أيها الأحبة، القرآن لا يعمم، لم يقل لك إن أهل الكتاب في نار جهنم. لو كان القرآن كلام بشري لعمم، قال إن أهل الكتاب كلهم في نار جهنم وهذا لا يجوز. قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب، إذن النصارى واليهود أهل الكتاب بشكل عام، ليسوا كلهم في النار أيها الأحبة، ليسوا سواء، هناك منهم كافر ومنهم مؤمن مثل المسلمين. المسلمون فيهم المنافق وفيهم الملحد وفيهم الكافر وفيهم المؤمن، كل الأمم كذلك أيها الأحبة. لذلك لا نظلم الناس ولا نعمم ونقول المسيحيين كفار، لا يجوز هذا الكلام، يخالف القرآن. القرآن ليس فيه آية تقول إن أهل الكتاب في النار، لا، أو إن اليهود كلهم في النار، أو إن كذا في النار، لا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب، دائما نجد يعني حتى عندما يلعن الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا على لسان داود وعيسى بن مريم. إذن اللعنة للكافر، العذاب للكافر، أما المؤمن الله أعلم به، نحن لا نعلمه. لذلك لا نظلم الناس ونقول يعني هؤلاء كفار أو كل أهل الكتاب كفار أو كذا، لا يجوز. هذه الآية تعلمنا هذا المنطق: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ثم انتقل للمؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. طيب ما هو جزاؤهم؟ انظروا أيها الأحبة، هذه هي الآية الأخيرة، يقول الله تبارك وتعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إذن أحبتي في الله، استمعوا جيدا، لا يوجد واسطات عند الله، لا يوجد يعني شفاعة إلا بإذنه، إلا لمن ارتضى. ليس هناك يعني ابن نبي، أو يعني سيدنا نوح عندما طلب من الله أن يغفر لابنه حذره، قال إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. إذن الذي ينفعك هو عملك، لا نظلم الناس، لا نعمم أن هذه الفئة كلها إلى النار، لا، الله أعلم، الله هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. إذن هذه السورة الكريمة أيها الأحبة، 8 آيات، أنا أنصح بتعلمها، بالاستماع إليها باستمرار، بحفظها، وأن نأخذ دروس منها. طبعا أنا هنا تحدثت بشكل سريع، ولكن في كل مرة تستمع للسورة وتحاول أنت بنفسك أن تستنبط منها معاني جديدة، والله تعالى سيكرمك كما أكرم سيدنا يوسف بالعلم وهو في السجن، وأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب، أكرمه بالعلم وقال له: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، والحمد لله رب العالمين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.